رغم الأجواء الإيجابية التي تحيط في مسار المفاوضات النووية الإيرانية حالياً، إلا أن إصرار كل طرف على بعض المطالب لا زال يحول دون التوصل لاتفاق نهائي. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اعتبر أنه من غير الممكن أن يتم التوصل لاتفاق قبل حل الملفات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي. رئيسي أكد خلال ندوة صحفية في طهران على أن بلاده تصر على رفع العقوبات وحل المسائل المتبقية بشكل كامل قبل المضي قدما في أي تفاهم. كما جدد الرئيس الإيراني التأكيد على ضرورة أن تعود الأطراف التي انتهكت الاتفاق إليه وأن ترفع العقوبات، كما أشار إلى أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. يجب حل جميع القضايا المتعلقة بالضمانات، وهذا ركيزة أساسية للمحادثات. بدون تسوية هذه القضية لا معنى للحديث عن اتفاق. يجب أن يكون الاتفاق مصحوبا بتسوية هذا الملف لأنه هام جدا. وفيما يتعلق بمسار المفاوضات الجارية، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، وأن طهران ستجيب على الرد الأمريكي لإحياء الاتفاق النووي في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بعد دراسة الخبراء له. وعلى الطرف المقابل، اعتبر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي مع إيران هي أفضل حل ممكن. ينضم إلينا من باريس دكتور رامي خليفة العلي، الأستاذ في الفلسفة السياسية بجامعة باريس. أهلا ومرحبا بك دكتور رامي. تبعنا كلمة الرئيس رئيسي قبل قليل، أكد فيها على موضوع الضمانات من جديد وعلى أن الأطراف التي خرقت الاتفاق يتوجب عليها العودة. ماذا نقرأ مما جاء في تصريحاته؟ أهلا بك هبة، تحية لك ولمشاهديك الكرام. زاويتين يمكن قراءتهما في تصريحات الرئيس الإيراني. الزاوية الأولى أن إيران مستمرة في نفس النهج الذي اتبعته في التعامل مع المفاوضات، بمعنى تعالية السقف من ناحية الخطابات الإعلامية، ومن ثم النظر في سياسة براغماتية فيما يتعلق بالمفاوضات وفيما يتعلق بالتنازلات المتبادلة. المسألة الثانية، يبدو أننا بعيدين عن إمكانية التوقيع خلال الأيام القادمة، باعتقادي أن الرد الإيراني لن يأتي موافقا للمطالب الأمريكية التي قدمت خلال الأيام القليلة الماضية. أيضا هنالك تمهل وهنالك تباطؤ من قبل الجانب الإيراني، وبرأيي بأن النظام الإيراني يحاول أن يستمزج الرأي الغربي أو الموقف الغربي بشكل عام. هل الغرب متحمس من أجل إعادة هذا الاتفاق وبشكل سريع، خصوصا أن هنالك لعب على وتر صادرات الطاقة الإيرانية، وبالتالي إيران تعتقد أن أوروبا والغرب بحاجة إلى البترول وإلى الغاز الإيراني، وبالتالي ذلك ربما يدفعه إلى تقديم بعض التنازلات. إذا نحن ما زلنا في حالة الأخذ والجذب، وهذا يعني أن هنالك مفاوضات ربما لكن يمكن أن نتوقعها ما الذي يتغير؟ وأن التوقيع ليس في أوقات قريبة. كلما اقتربت ابتعدت حقيقة، كلما تفاءل المتفائلون بأنه سيتم التوقيع في تصريحات جديدة في مقترح أوروبي وهو الأخير الذي حصل، ثم تتغير اللهجة ونعود إلى التشاؤم. ما الذي يجري؟ ما الذي يتغير اليوم؟ باعتقادي أن هنالك تحفظات من قبل الجانب الأمريكي لكل طرف الحقيقة لديه أسبابه التي تدفعه إلى هذا التمهل وهذه السياسة التي أشرت إليها. من الجانب الأمريكي هنالك صعوبة لدى الإدارة الأمريكية في تسويق هذا الاتفاق على المستوى الداخلي، على مستوى الطبقة السياسية. كما تعلمين فإن أعضاء الحزب الجمهوري حتى الآن يرفضون بشكل مطلق العودة إلى هذا الاتفاق، بل أن الاتفاق النووي أصبح جزءا من الخطاب الانتخابي في انتخابات تجديد النصفي التي يمكن أن نشهدها خلال الفترة القادمة. في الجانب الإيراني طبعا حتى أعضاء في الحزب الديمقراطي يرفضون هذا الاتفاق. في الجانب الآخر، الجانب الإيراني أيضا يرى بأن التطورات الدولية، الحرب الروسية، أزمة الطاقة، أزمة الغذاء، كل ذلك يصب في مصلحته ويعطي لإيران أهمية ربما لم تكن موجودة قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، وبالتالي أيضا يجد أن ذلك ربما يؤثر على المواقف الغربية، وبالتالي من هنا تأتي عملية شد أو صراع الإرادات ما بين واشنطن وطهران. وهنالك حماسة من أجل لم يعد خفي، ولكن في نفس الوقت هنالك عوائق تحول دون ذلك.
هنا دكتور لم يعد خفي موضوع المماطلة من قبل الجانب الإيراني إن صح التعبير للاستفادة من الوقت بوقت هذه المتبادلات الدولية الحاصلة، خصوصا بما يتعلق بموضوع الطاقة. ما هو الموقف الأمريكي برأيك؟ يعني هل ستنتظر أمريكا أن تقوى إيران أكثر في غضون الأشهر المقبلة، خصوصا مقبلين على فصل الشتاء؟ موضوع الطاقة سيتأزم أكثر حول العالم. في الحقيقة هبة، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي هنالك بعض الخطوط الحمراء التي وضعتها إدارة بايدن، وبالتالي حتى لو استمر الوضع إلى أشهر وربما أسابيع قادمة فإن لا أعتقد أن الإدارة يمكن أن تتراجع عن هذه الخطوط. أولها هي مسألة الضمانات. ما تطالبه إيران في الحقيقة هبة هو أن يكون هنالك ضمانات من قبل الإدارة الأمريكية، وهذا الأمر ليس فقط غير مقبول ولكنه يعارض الدستور الأمريكي، وبالتالي الإدارة الحالية لا تستطيع أن تفعل ذلك. تبحث إيران عن بدائل، ربما عن تعويضات يمكن أن تحصل عليها الشركات التي سوف تعمل في إيران إذا ما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى من هذا الاتفاق، وهذه مسألة أيضا في غاية الصعوبة على الجانب الأمريكي. هنالك مسألة أخرى وهي مسألة أجهزة الطرد المركزي. إيران طلبت بأن يتم الاحتفاظ بهذه الأجهزة داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الجانب الأمريكي رفض ذلك جملة وتفصيلا، وهنالك وجهة نظر تقول أن هذا الاحتفاظ يعني أن امتلاك إيران للمعرفة النووية وليس بالضرورة القنبلة النووية. المستوى الثالث أو المسألة الثالثة وهي مسألة الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه إيران في تطور البرنامج النووي لديها، حتى وإن كانت تحت إشراف الوكالة الدولية، ومنها على سبيل المثال نسبة التخصيب التي وصلت تقريبا إلى 60%. الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أن تحتفظ إيران بهذا اليورانيوم. إذن نحن نتحدث عن مسائل تفصيلية. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن توافق عليها حتى لو كانت هناك ضغوط على مستوى الطاقة. ما زلنا أمام ذات التعقيدات. يعني اليوم رئيسي يقول إيران توصلت للتقنية النووية ولا أحد سيسلبها، يعني أمريكا تمتلك ذات المخاوف. بعد كل هذه المرحلة ما زلنا نتحدث عن موضوع ضمانات وتعهدات، وكل جانب متمسك بما يريده. ما هو المخرج؟ إلى أين ستذهب الأمور؟ باعتقادي أن المخرج لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ترى بأنه يجب على إيران أن تقدم تنازلات وأن تعود الحقيقة إلى النقطة التي انسحبت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، أي إلى الوضع الذي كان عليه المشروع النووي عندما انسحبت إدارة ترامب في خلال السنوات الماضية. أي الحفاظ على تطور إيران في مجال الاتفاق النووي وفي مجال البرنامج النووي، هذه مسألة في غاية الصعوبة، ورأيي بأن الجانب الأمريكي لن يستطيع الموافقة عليه. بالنسبة للجانب الإيراني، باعتقادي أن هنالك بالفعل رغبة في العودة إلى الاتفاق، لكن هنالك رغبة بالحصول على أكبر قدر من المكاسب، وهذا ما حاول المفاوض الإيراني أن يقوم به خلال الفترة الماضية. هنالك محاولة الاستفادة من الواقع الدولي، لكن باعتقادي في نهاية المطاف فكرة امتلاك إيران لنفس المستوى من التطور في البرنامج النووي ومع ذلك تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الاتفاق هي فكرة غير دقيقة ولا يمكن تحقيقها، على الأقل في ظل الظروف المتاحة، لأن الإدارة ليست مطلقة اليدين. هنالك ضغط من الحلفاء في المنطقة، وخصوصا إسرائيل كما تعلمين تقوم بدور كبير من أجل ثني الولايات المتحدة الأمريكية عن عودة إلى هذا الاتفاق، وأيضا معارضة داخل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق، وبالتالي هذا ما يضع قيودا أمام الإدارة الأمريكية، وبالتالي لن تعود بأي ثمن لهذا الاتفاق، إنما سوف يحقق هذا الاتفاق شروطا معينة من وجهة النظر الأمريكية. بالمقابل دكتور، في ضغوط داخلية إيرانية من المتشددين تجاه صنع قنبلة نووية، وفي رفض حتى من بعض المتشددين للعودة إلى الاتفاق. دكتور، الاتحاد الأوروبي هنا يتفاءل بين الفينة والأخرى، على ما يعتمد، على ما يرتكز ويستند بهذه التفاؤلات الحاصلة، خصوصا أنه استعرضنا أنه كل النقاط العالقة هي ذاتها. بالنسبة للشق الأول فيما يتعلق بالموقف داخل الإدارة الإيرانية، لا أعتقد أن هنالك الكثير من التباينات، خصوصا أن المرشد على وجه التحديد والثلة الحاكمة الملالي الذين يتبعون له هم الذين يمسكون بزمام الملف النووي، وبالتالي لا يوجد تباينات حقيقية في هذه القضية بالذات، وهي قضية استراتيجية. لا يوجد إصلاحيون ومحافظون متشددون أو متسامعون، الحقيقة كلهم يتبعون رأي المرشد في نهاية المطاف، وبذلك باعتقادي لا يوجد هذا الهامش للمعارضة داخل
إيران. فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، نعم لديه مصلحة كبيرة بعودة إيران وعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الاتفاق، وهذا سوف يفتح مجالات للتعاون الاقتصادي. لكن التأثير الأوروبي في القرار الأمريكي هو تأثير محدود للغاية، لذلك باعتقادي أنه خلال الفترة القادمة يمكن أن نلحظ أن هنالك بعض التدخل من الدول الأوروبية، لكن هذا التدخل يبقى تحت سقف معين، تحت سقف الموقف الأمريكي. دكتور، في يعني تبدو المنعطفات كبيرة وكثيرة في وجه العودة للاتفاق اليوم، برأيك العالم اليوم هل سيفضل سيناريو لا اتفاق أمام العودة إلى الاتفاق وأن تمضي إيران بكل مساعيها وبرامجها النووية؟ لا أعتقد ذلك. الحقيقة لا يوجد بديل، وخصوصا هذا ما وضعته الإدارة الأمريكية، لا يوجد حتى الآن بديل عن الاتفاق النووي. كان هنالك حديث عن إمكانية التدخل العسكري، وكما تذكرين هبة كان هنالك حديث على أن الولايات المتحدة الأمريكية كل الخيارات لديها ممكنة بما فيها خيار التدخل العسكري، ولكن ثبت أن هذا مجرد تصريح إعلامي. على أرض الواقع لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية أي إجراء باتجاه إمكانية التدخل العسكري. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني هو عقوبات اقتصادية، وهذه بالفعل مفروضة على الجانب الإيراني، وهو العقوبات الاقتصادية القصوى، ولكنها حتى الآن لم تحقق النتيجة المرجوة، وبقي التطور في الملف النووي الإيراني. إذن يبقى خيار الاتفاق هو الخيار الوحيد المطروح أمام الإدارة الأمريكية لتجنب وصول إيران إلى صناعة القنبلة النووية. طبعا هذا المنطق الأمريكي ليس كل الأطراف موافقة عليه، وخصوصا أطراف داخل المنطقة. كما تعلمين هنالك حرب خفية إذا جاز التعبير ما بين إيران وإسرائيل، هنالك قصف لمواقع إيرانية على الدوام، هنالك حرب استخباراتية، وبالتالي هنالك بعض الأطراف يمكن أن يكون لديها خيارات أخرى. لكن بالنسبة للإدارة الأمريكية وضعت بيضها كله في سلة الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وأعتقد أن الطريق يسير باتجاه هذا الهدف الأمريكي حتى لو كان هنالك بعض الصعوبات. شكرا جزيلا لك من باريس دكتور رامي خليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس.